بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باسم الدعوة السلفية وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، من خلال مشاركة حضرتك اليوم بالانتخابات الرئاسية، إيه انطباع حضرتك على سير العملية الانتخابية؟ لا في الواقع يعني ماشية بانتظام شديد بفضل الله ولا توجد أي مشاكل يعني. طيب بالنسبة ايه دور القام به حزب النور خلال الانتخابات الرئاسية؟ هو احنا عارفين يعني ان هو الحزب اخذ قرار بدعم المشير عبد الفتاح السيسي، وبالتالي تحرك يعني. القرار ده كان له اسباب وله حيثيات، تحرك لاقناع قواعده بهذه الحيثيات، والمرحلة الثانية ان هذه القواعد تحركت في القاعدة الانتخابية لها من لبيان هذه الحيثيات، وعبر عنها أحيانا ببعض المطبوعات التي وزعت، وفي الواقع وجدنا تجاوب يعني من القاعدة الانتخابية للحزب عموما في الاقتناع بهذه الحيثيات، رغم من المعلوم طبعا يعني أنه كان في كتير من المشكلات الموجودة، لكن في النهاية الناس مقتنعة بفضل الله وده ظهر في التصويت. كلمة حضرتك توجهها لأبناء حزب النور؟ إن هم يعني العمل العام أمانة، وهذه الأمانة تقتضي البعد عن العواطف والالتزام بالبحث عن المصالح المجتمع، فده دورهم، وانه لا يسعهم الا ذلك. دي امانه امام الله تبارك وتعالى، ثم انها مسؤوليه امام الناس. جزاك الله خير.